نيجي كيف صورت هدول الصور. سلامات، معكم بكير ناصر، واليوم رح اشرح كيف صورت هاي الصورة. شركة ابتشير بعثت لها المنتج اللي اسمه سبوتلايت ماونت لحتى اجرب المنتج واشوف شو ممكن نساوي فيه. بس اول خلونا نتعرف شوي عن المنتج اللي بيجي بصندوق اسود بجودة عالية من جوا اسفنج لحتى يحمي المنتج الاساسي واللي هو سبوتلايت المصنوع من الالمنيوم والزجاج وبجودة عالية جدا، وبيجي معه اكسسوارات مختلفة لتشكيل الضي اللي رح نشرح عنها كمان شوي، بعض المعدات الثانية الخاصة بالتنظيف. خلينا اختصر المنتج بانه عدسة بتتركب على الضي، كيف ما عنا عدسات تتركب على الكاميرا، هذا المنتج هو عدسة بتتركب على الضي. ومثل العدسات اللي بتتركب على الكاميرا، هون كمان في ابعاد بؤرية مختلفة بتتركب على سبوت لايت، والعدسة اللي عندي هي 26 درجة. وظيفة هاي العدسة بتخلي شدة السطوع الطالع من الضي اقوى بكثير، بالاضافة انها بتخلينا نتحكم بالاضاءة بشكل كبير من خلال الأربع قواطع الموجودة بسبوت لايت اللي بتخليني أتحكم بالشكل والحجم الطالع من العدسة. فبقدر أحول الشكل من دائرة إلى مربع أو مستطيل أو مثلث حسب ما بفضل وبحتاج، بالإضافة لأنه العدسة فيها جوبو هولدر. الجوبو هولدر اللي من خلاله بقدر أضيف الجوبو واللي هي قطع معدنية بداخلها أشكال مختلفة مقصوصة بالليزر، واللي قسم من هدول القطع بيجي مع صندوق سبوت لايت كيف ما ذكرنا بالبداية. مثلا اذا بدي اضاءة خيال شباك ومش موجود بلوكيشن تصوير شباك، بقدر اضيفها واعمل شباك. ثالثاني اذا بدي ظلال اوراق واغصان شجر، فبقدر اضيفها واعمل هذا التأثير. اذا بدي اللوج الخاص فيي مضوي، فبقدر اضيفه بالخلفية. فالشغلات اللي ممكن تسويها بهاي الاضاءة لا محدودة، وممكن تستعملها لكثير طرق اضاءة مختلفة وتنفذ افكار جديدة باستخدامها. من قدام عندنا محل للجل هولدر اللي من خلاله بنحط قطعة جل ملونة وبنتحكم باللون اللي بدنا اياه. منيجي كيف صورت هدول الصور. خلال التصوير استعملت اضاءتين، الاولى اضاءة ابتشير 300 دي الاصدار الثاني واللي اضافت عليها سبوت لايت نفسه، وحطيت عليه جل برتقالي ليعطيني اللون البرتقالي، ووجهتها للحيط ليعطيني الشكل الدائري بالخلفية. أما الإضاءة الثانية فهي كمان كانت عبارة عن أبتشير 300 دي الإصدار الثاني مع الموديفاير لايت دوم الإصدار الثاني، وحطيت جل أزرق بداخل اللايت دوم لأحصل على اللون الأزرق، وخليت الإضاءة عالية من فوق لتغطي أكبر قدر ممكن من المساحة باللون الأزرق، وهيك تكون عندي المشهد المطلوب باستخدام إضاءتين. أما الست الثاني فنفس توزيعة الإضاءة بالست الأول بالضبط، إلا أن أضفت بالجوب هولدر شكل الشباك المقصوص، وهيك حصلت على شكل الشباك وأعطاني تأثير جدا رائع عشان بالنهاية أحصل على هاي النتائج المختلفة. وبعد التعديل هاي النتائج النهائية. بالنهاية وزي ما شفنا سبوت لايت أداة اللي بتخليك تتحكم بالإضاءة بدقة كبيرة، تعطيك مجال أكبر إنك تنفذ أفكار إبداعية اللي صعب تسويها بدون استخدام سبوت لايت. لهيك إذا بتدور على أداة تساعدك تنفذ أفكار جديدة وتضيف قيمة منيحة لشغلك، فبنصحك تستثمر وتشتري سبوت لايت من أبتشير. إذا في أي استفسار أو تعليق إضافي عن سبوت لايت اتركولي كومنت ورح أجاوب على الاستفسار، وتنسوش تحكولي شو رأيكم بالنتائج. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، تنسوش اللايك والاشتراك. نراكم، سلامات.